بتحكي عن اشي كل الناس تتمناه بس معرفش قد ايه قريب قد ايه بعيد، بس بالاغنيه فيها امل انه اشي قريب. بتحكي عن السلام والحريه. اذا في هيك اشي في هيك اشي سلام وحريه. في مرة كنت وأنا أتعلم تل أبيب قاعدة بالغرفة عم بدرس، وفجأة سرحت وشفت إشي بقول إنه عكس السلام، حسيت إشي بقول فيه إنه في حرب، وتاني يوم صار في حرب مع لبنان. بس أنا كتبت العكس، كتبت إنه سمعت إنه في جاي سلام على أمل إنه يجي شي يوم.
ارتشوك ارتشوك او مصر ارضيه.